أكثر من 50 حرفياً وحرفية من الكوادر الوطنية الشابة يشاركون في البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظاهرة. الأهداف المرجوة من هذا البرنامج هو نمو وإكساب أساسيات الحرف والتأكيد على أهمية ثقافة العمل الحر والابتكار والتطوير الحرفي. أيضاً تعزز هذه البرامج تأسيس المشاريع المنتجة الحرفية، أيضاً استقطاب الحرفيين إلى الجيل الشباب لتنمية ومهارات الشباب في تنمية هذا القطاع. تهدف البرامج التدريبية الثلاثة إلى صقل وتمكين المشاركين في مجال السعفيات المطورة بنيابة حمراء الدروع بمشاركة 21 متدربة، ومجال الخشبيات في ولاية عبري بمشاركة 18 متدربة، ومجال النسيج في ولاية ينقل بمشاركة 13 متدربة. الهدف من البرنامج حماية الحرف من الاندثار، وكذلك إعطائها طابع التطوير والتمكين في الحرفة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل. توجهي يعني دائما في هذا المجال اللي هو صناعة يدوية، أحب أشتغل فيه وأحب إن شاء الله بإذن الله أنه يكون إلي بصمة في المجتمع كنوع من أنواع اللي هي التجارة، أو أنها تكون مشروع منزلي إن شاء الله تعالى. وتحرص الهيئة ضمن خططها إلى تعزيز ثقافة العمل الحر ورفع مستوى دخل الفرد من خلال الابتكار والتجديد في الحرفيات المختلفة وتجويد مهاراتهم معرفيا وعمليا. كما تسعى هذه البرامج التدريبية إلى تعزيز مبادئ إدارة المشاريع الحرفية وتطويرها وتوسعتها، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالطرق التسويقية الحديثة. من محافظة الظاهرة، جواهر بنت حمد العبرية.